بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد وفي هذه الحلقة العامة التي نطرح فيها عددا من الأسئلة المختلفة والمتنوعة. وضيفنا اليوم هو فضيلة الشيخ الجليل العلامة سعيد بن مبروك القنوبي، المستشار العلمي بمكتب الإفتاء، وأرقامنا وغيرها سترونها ظاهرة بين الحين والآخر. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. جزاكم الله خير. أعزائنا، نستمع إلى هذه الآية القرآنية ثم نعود إليكم بإذن الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهلا ومرحبا بكم من جديد. يتاح اليوم لكل واحد منكم أن يسأل السؤال الذي يرغب فيه والذي يطمع أن يسمع إجابته في أمور العبادات المختلفة، ونحن بدورنا نطرح هذا السؤال. شيخي، شخص تيقن أنه أحدث حدثا ينقض الوضوء، وأنه توضأ بعد طلوع الشمس مثلا، ولكنه لا يذكر هل انتقض وضوءه قبل أو توضأ ثم انتقض وضوءه، وأراد أن يصلي الضحى، فهل يعتبر متطهرا ويصلي أو لا بد من الوضوء قبل الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن صلاة الضحى سنة ثابتة، هذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم ودلت عليه الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد اختلف العلماء في ذلك كثيرا، والفيصل السنة في مثل هذه القضية. وبما أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الإرشاد إلى ذلك، فإنه لم يحيص عن الأخذ بما دل عليه الدليل الصحيح الثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا فيما يتعلق بسنة الضحى. أما ما يتعلق بالمسألة التي وردت، فأريد أن أنبه قبل كل شيء على قضية مهمة، وهي أن من تيقن الطهارة فإن ذلك اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. فمن تيقن أنه على وضوء، فإذا شك مثلا هل انتقض وضوءه أو لا، فإن وضوءه صحيح ثابت، وله أن يصلي ما شاء بذلك الوضوء، وأن يصنع ما شاء من الأمور التي تشترط فيها الطهارة أو أنه تسن فيها. وسواء كان هذا الشك طرأ عليه وهو في الصلاة أو أنه طرأ عليه بعد ذلك، فلا فرق بين الأمرين، كما أنه لا فرق أيضا بين أن يشك في الصلاة بأنه قد انتقض وضوءه أو أن يشك وهو خارج الصلاة بأنه انتقض وضوءه وهو خارج الصلاة. هذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن بيانا واضحا جليا لا غموض فيه، أن بشك أنه لا يلتفت إلى ذلك الشك إلا إذا تيقن بأن سمع صوتا أو شم ريحا. فإذا تيقن بأن سمع الصوت قد خرج منه أو شم ذلك، فإن طهارته هاهنا تعتبر منتقضة، لأن ذلك اليقين قد زال بيقين مماثل. هذا هو القول الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك محمول على الصلاة. أما لو
كان في غير الصلاة وشك هل انتقض وضوءه أو لا، فإنه في هذه الحالة يعيد الوضوء وليس بشيء لمخالفته لظاهر الحديث الصحيح. على أنه لا يمكن أن يقال بأن الحديث قد ورد في حق من كان في الصلاة، إذ إنه لفرق بين الحالين، ومن ادعى خلاف ذلك فهو مطالب بالدليل الذي يثبت دعواه ولا سبيل له إلى ذلك البتة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من شك شكا قويا فإنه يندب له بأن يتوضأ، وهذا مقيد لابد من تقييده بأمرين: أولا ألا يكون في الصلاة، فإن كان في الصلاة فإنه يحرم عليه ذلك، إذ إن معنى ذلك أنه سيبطل صلاته وهو منهي عن إبطال عمله. والثاني والأمر الثاني ألا يكون من أهل الوساوس والشكوك، فمن كان من أهل مبتلى بالوساوس والشكوك فإنه لا ينبغي له أن يصير إلى ذلك. ثم إنه لا يمكن أن يقال إن ذلك مندوب في حقه، لأن الندب فرض، لأن الندب حكم شرعي فلا يمكن إثباته إلا بدليل وليس هنالك دليل، وإنما ينبغي لمثل هؤلاء أن يقولوا يستحسن وإن كنا لا نرى ذلك. هذا في من تيقن الطهارة وشك هل زالت عنه تلك الطهارة أو لا. أما من تيقن بأنه قد انتقض وضوءه وتيقن بأنه قد توضأ ولكن لا يدري هل توضأ أولا ثم انتقضت طهارته، أو أنه تطهر، أو أنه قد انتقض وضوءه أولا ثم تطهر، ففي هذه الحالة لا يخلو من أحد أمرين اثنين: إما أن يكون لا يدري هل قبل هذا الوضوء وهذا الناقض كان على طهارة أو كان على حدث قبل هذين الأمرين، لا يدري على ماذا كان، وفي هذه الحالة قال العلماء إن عليه أن يتوضأ، لأنه لم يكن يبني على أمر، لم يكن لديه يقين لا بطهارة ولا بغيرها، فلا بد من الوضوء في هذه الحالة. وأما الحالة الثانية وهي ما إذا كان متيقنا من قبل هذين الأمرين بأنه كان على طهارة أو كان على حدث، فإن كان على طهارة ففي هذه المسألة أقوال: أولها أنه لابد من أن يعيد الوضوء أو لابد من أن يتوضأ بالأحرى، إذ إن الله تبارك وتعالى لا يعبد بالشك، فالطهارة من الحدث شرط من شروط صحة الصلاة، وهو لا يدري هل كان على طهارة أو لا، فلابد من أن يتيقن بأنه على طهارة وبعد ذلك يقوم بأداء صلاته، وهذا القول هو القول الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان على حدث قبل هذين الأمرين وهما الطهارة والحدث، إن كان على حدث فهو الآن على طهارة، ذلك لأنه كان على حدث ثم تيقن بأنه قد تطهر ثم شك هل أحدث أو ليس أو لا، تيقن الطهارة وشك هل ذلك الحدث متأخر عن هذه الطهارة أو أنه متقدم عليها ولا يلتفت إلى مثل ذلك. وأما إن كان من قبل على طهارة ثم تيقن أنه نعم إن كان قد تيقن من قبل أنه على طهارة فهو الآن على حدث، وإن كان قد تيقن أنه على حدث فهو الآن على طهارة، فحكمه على ضد ما كان عليه. وهذا القول وإن ذهب من ذهب إليه فليس عندي بشيء، ذلك لأن الأمر محتمل، فيمكن أن يكون من قبل على طهارة ثم أحدث ثم توضأ، ويمكن أن يكون على طهارة ثم تطهر مرة ثانية من أجل تجديد الوضوء أو ما شابه ذلك ثم بعد ذلك أحدث، وهكذا بالنسبة إلى العكس. وذهب بعض العلماء إلى أنه يأخذ بما كان عليه قبل هذين الأمرين فهما يتساقطان وليس بشيء، لأنه ليس هاهنا بيقين، بل هو على يقين بأنه قد خرج
عن ذلك الأمر الذي كان عليه، فكيف يمكن أن يأخذ بذلك؟ ويمكن أن يتأول هذا الرأي، ولكن لا أرى داعيا لذكر التأويل لأن المقام يطول به. وقيل بغير ذلك من الأقوال، والحق في هذه المسألة أنه لابد من الطهارة، لأنه لا يدري هل كان على طهارة أو لا، والعبادة من شرطها الطهارة، فلا بد من أن يتيقن بأنه على طهارة. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وإن كان في المسألة خمسة أقوال ذكرت بعضها والله أعلم. طبعا هذا الشك وليس الموسوس الذي كنا قد تحدثنا، هذا الذي تيقن بأنه قد أحدث وأنه قد توضأ، ولكن لا يدري هل توضأ قبل أو أنه أحدث. طبعا طيب، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نستقبل الآن المكالمات. الأخ ماجد القهضمي. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ ماجد وبركاته. لدي سؤال. أهلا بك يا أخي، تفضل. السؤال الأول، رجل استعار من المسجد كتاب معين ولكن ضيع ذلك الكتاب، هل يشترط أن يعيد مثل ذلك الكتاب عن نفس العنوان، أو يشتري أي كتاب آخر، أو مثلا كتابين؟ السؤال الثاني، من أصابته جنابة في يوم الجمعة، هل يغتسل غسلا واحدا أم غسلين؟ يعني شو غسل واحد أم غسلين يكون؟ نعم طيب، شكرا. أخسر. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. ناخذ ايضا الاخ سعيد الرواحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ سعيد، سؤال لو سمحتوا. تفضل بكل سرور يا اخي. في الزكاه، يعني المتسلف يعني من البنك، هل يحق له ان يقطع من الزكاه؟ نعم. طيب، شكرا جزيلا الاخ سعيد. ناخذ ايضا محمود المندري. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. عافاك الله. محمود، مداخلة بسيطة قبل الأسئلة. زين طيب. المرة الماضية كان فضيلة الشيخ حفظه الله يتكلم عن الحديث صوم لي، لكن كأنه ما أكمل. نعم. فكان شيء أمل أن يكمل هذه المرة. نرجو ذلك إن شاء الله. زين إن شاء الله. عندي أسئلة بتسمح. تفضل. السؤال الأول، من فاتته سنة الفجر قبل الفريضة، قبل فريضة الفجر، يعني دخل مع الجماعة فريضة الفجر، فهل يصلي بعد الفريضة أداء أم قضاء، أي السنة؟ طيب. واضح السؤال؟ واضح. السؤال الثاني لو تسمح، ذكرتم فضيلة الشيخ في دروس سابقة في السنوات الماضية أنه اتفق العلماء أن هناك دماء بالنسبة للحاج، اتفق عليه العلماء، وأن هناك دماء مختلف فيها، ولكن كأنكم لم تفصلوا فضيلة الشيخ عن الدماء التي اختلف فيها، فلو نرغب في التفصيل في هذه الدماء المختلف فيها والراجح فيها عندكم. طيب. زين، السؤال الأخير لو تسمح. حاول بسرعة. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، ذكرتم في سنوات أيضا سابقة عند حديثكم عن وادي المحسة في حالة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون أسرع عند ذهابه إلى عرفات، لكن الصحابة لم يذكروا ذلك، أي أنه أسرع، وأن هناك أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها الصحابة، فلو تكرمتم فضيلة الشيخ بذكر بعض الأمثلة على ذلك. طيب. واضح السؤال؟ طبعا تتحدث عن وادي المحسة. أيوة. أثناء الرجوع تكلمت. أيوة، هو لم هناك ذكر أنه يمكن أسرع النبي صلى الله عليه وسلم عند الذهاب إلى الوادي. عند الذهاب. الصحابة لم يذكروا ذلك. وقال الشيخ كأنه يتضاضى، لأن الشيخ قال على أن هناك أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصحابة لم يذكروها. طيب. نريد أمثلة على ذلك. ولم يذكرها الصحابة. الآن واضح. شكرا جزيلا لأخ محمود. بارك الله فيك. عندنا هنا أيضا مجموعة من الأسئلة المهمة التي نرى أن نعطيها شيئا أيضا من الوقت. أم صفية من المغرب تقول، قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. وقال عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. نرجو توضيحا في معنى هاتين الآيتين، وهل ثبت شيء من الروايات التي فيها أن هناك من القرآن ما رفعه الله من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه رضوان الله عليهم، ونرجو جمع ذلك مع قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. على كل حال، هذه المسألة طويلة الذيل وتحتاج إلى كلام طويل، وذلك لا يمكن في مثل هذا، ولكنني أحيل على كتب التفسير فهذه المسألة قد، وكذلك على كتب الأصول. فهذه القضية قد تكلم فيها المفسرون كثيرا عند تفسير الآية الكريمة: ما ننسخ من آية. كذلك وكذلك قد تكلموا على ذلك في باب النسخ من أصول الفقه، و القول بالنسخ هو الذي ذهب في كتاب الله تبارك وتعالى، هو الذي ذهب إليه جمهور الأمة، خلافا لمن شد وقال بعدم وجود النسخ في القرآن، فإنه قول مخالف للأدلة الكثيرة
التي بينها العلماء وجزاهم الله تبارك وتعالى خيرا. ولكن العلماء قد اختلفوا في كثير من الآيات هل هي منسوخة أو ليست بمنسوخة. وفي مثل هذه القضية لابد من الرجوع إلى الأدلة التي استدل بها كل فريق في كل آية آية. أي إذا أراد الإنسان أن يعرف هل هذه الآية منسوخة أو ليست بمنسوخة لابد من أن يرجع إلى الأدلة التي استدل بها كل فريق. فما وجد الدليل قد دل على أنه منسوخ أخذ بذلك وإلا فلا. فإن هنالك طائفة من الآيات القرآنية وكذا بالنسبة إلى الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ادعى كثير من أهل العلم بأنها منسوخة وليس الأمر كذلك. فالأولى في مثل هذه المسألة يرجع إلى تفاصيل ذلك. الأخ عبد الحق من الإمارات يقول نسمع بأن الإنسان عندما يخر إلى السجود يكون قريبا إلى الأرض أو أسبق، فالركبتان هما أقرب إلى الأرض فتسبقان في حال السجود، وعند القيام يكون الأمر بخلاف ذلك، فهل ذلك على سبيل الوجوب؟ نعم، المسألة اختلف فيها العلماء. قال بعض العلماء أو ذهب بعض العلماء إلى أن المصلي يقدم أول الركبتين، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يقدم أولا يديه، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الأصل أن يقدم رجليه أو ركبتيه إلا إذا احتاج بأن كان كبيرا أو مريضا أو ما شابه ذلك فيأخذ بتقديم اليدين، وذهب بعض العلماء إلى أنه مخير في ذلك، فإن شاء قدم الركبتين وإن شاء قدم اليدين. وسبب هذا الخلاف أنه قد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، في بعضها أنه قدم في بعضها تقديم يقتضي تقديم الركبتين، وفي بعضها ما يقتضي تقديم اليدين. وقد اختلف العلماء في ثبوت هذه الروايات، بعضهم قال بثبوتها وحاول الجمع فيما بينها أو حاول الجمع بينها، وذهب بعض العلماء إلى ثبوت الروايات الدالة على تقديم الركبتين وتضعيف الروايات الأخرى، وذهب بعض العلماء إلى عكس ذلك، فقال بثبوت الروايات المخالفة لتلك الروايات وقال بعدم ثبوت الروايات الأخرى. والمقام يحتاج إلى إطالة، وذلك مما لا يتناسب في مثل هذا الوقت، لأن المسألة تحتاج إلى أن نتكلم على كل حديث ورد في هذه القضية ونبين ما له وعليه. ولكن الصحيح عندي من حيث الكلام على الروايات أن تلك الروايات جميعا لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تلك الروايات الدالة على تقديم الركبتين أو تلك الدالة على تقديم اليدين، كل هذه الروايات لا تثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى التخيير، ولكن الأقرب إلى الصواب أنه يقدم ركبتيه، لأن ذلك هو الأقرب إلى هيئة الصلاة، وهذا هو الذي نعمل به، والعلم عند الله تعالى. نعم، جزاكم الله خير. الشيخ الأخ ماجد يقول من استعار كتابا معينا من المسجد ثم ضيعه، هل يعيد نفس الكتاب أم يعيد غيره؟ في حقيقة الواقع نفس العنوان يعني. كثير من الناس يأخذون بعض الكتب من المساجد، وتلك الكتب في واقع الأمر لم توضع هنالك من أجل الاستعارة بأن يقوم فلان باستعارتها أو ما شابه ذلك، وإنما وضعت في ذلك المسجد من أجل أن يقرأ فيها القارئ عندما يجلس في المسجد. ولكن الناس لا يتهاونون في مثل هذه القضية، فتجد هذا يأخذ هذا الكتاب ويبقيه عنده لمدة طويلة من الزمن، مع أن الأصل لو سئل ذلك الذي وضع هذا الكتاب في المسجد هل وضعه من أجل ذلك، أي بأن يستعيره فلان وفلان، أو أنه وضعه من أجل أن يقرأ فيه القارئ كما قلت في المسجد، لقال بأنه وضعه من أجل أن يقرأ القارئ فيه في المسجد. وهذا الشخص الذي يقوم باستعارته لمدة طويلة يحرم أولئك الذين يريدون أن يقرأوا في مثل هذه الكتب. نعم، لو وضع هنالك نظام بأن كانت هذه الكتب وضعت للقراءة في المسجد ولمن يقوم باستعارتها بشرط أن يأخذها لمدة معينة، هذا أمر آخر.
أما أن يتصرف كل شخص بمفرده من غير أن يستاذن أحدا ومن غير أن يدري هل وضعت للاستعارة أو غير ذلك، هذا أمر لا نحبه أبدا بل نرى التشديد فيه. أما بالنسبة لمن استعار شيئا وأتلفه، هل عليه الضمان أو لا، أو إذا اشترط عليه ذلك، فلأهل العلم فيه خلاف. والذي أرشد إليه هذا الأخ السائل أن يقوم بالبحث عن كتاب مماثل لهذا الكتاب. مثلا لو قدرنا أنه استعاء أخذ، أقول أخذ ولا أقول استعار، لأن الاستعارة لها شروط. أن لو أخذ مثلا كتاب مشارق الأنوار، أن يقوم برد هذا الكتاب نفسه، يعني نسخة من هذا الكتاب، وبشرط أن يرد تلك الطبعة، لأن بعض الطبعات محققة مدققة وبعض الطبعات بخلاف ذلك. كذلك لو أخذ كتاب طلعة الشمس، أو أخذ شرح الجامع الصحيح أو المعارج أو شرح النيل أو أي كتاب آخر، يقوم برد ذلك الكتاب بتلك الطبعة التي أخذها. هذا الذي أرشد إليه الأخ السائل وغيره، وأن يستغفر الله ويتوب إليه. والله تبارك وتعالى ولي التوفيق. جزاكم الله خير. الشيخ الأخ أنيس المنصور من مصر يقول: هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين أم لا؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. ذهب بعض العلماء إلى أنه يشترط التتابع في كفارة الأيمان، وذهب بعض العلماء إلى عدم الاشتراط. وسبب هذا الخلاف أنه ليست هنالك أو ليس هنالك نص صريح من كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب التتابع أو على عدمه، وإنما استدل بعض القائلين بالتتابع بالقراءة الشاذة أو بالظاهر. ولا شك بأن الأخذ بالتتابع هو الأولى والأسلم والأحوط، والله أعلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نحن عندنا الحقيقة أسئلة متنوعة، وهذا سؤال آخر أيضا يقول: ما هو الأفضل في المضمضة والاستنشاق؟ هل يكون من غرفة واحدة أو كل واحدة منهما من غرفة مستقلة؟ وإذا قلتم أنهما من غرفة واحدة، فهل يأخذ بالماء بيده، يأخذ الماء بيده اليمنى ويدخل أصبع يده اليسرى في فيه عند المضمضة أو العكس؟ الجواب: أما إدخال الأصبع في الفم في حالة المضمضة فبما لا دليل عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البتة، فليس هنالك حديث صحيح أو حسن يدل على وجوب على مشروعية إدخال ذلك في الفم. وإنما قال به بعض العلماء، وأيضا ليس ذلك على وجوب على الإيجاب، وإنما على سبيل الاستحباب أو ما شابه ذلك. ولا أرى ذلك، لأنه لا دليل عليه، لم يثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله. أما قوله فليس هنالك كما قلت دليل أبدا، وأما فعله فهذه الروايات الصحيحة الثابتة التي حكت صفة كيفية وضوء صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي فيها ذكر لذلك البتة، فما الداعي إلى القول بمشروعية ذلك؟ بل يؤخذ من الروايات الصحيحة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بإدخال إصبعه، وكما سيأتي ذلك بعد قليل بمشيئة الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة إلى أخذ الماء، فإن الدليل الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الماء يؤخذ باليد اليمنى، يأخذ بيد اليمنى للمضمضة، يأخذ المتوضي الماء بيده اليمنى وهكذا في حالة الاستنشاق، ويخرج الماء بيده اليسرى عندما يستنثر. أما بالنسبة إلى الماء، هل يأخذ للمضمضة والاستنشاق غرفة واحدة، يأخذ بكف واحد يتمضمض منه ويستنشق منه، أو أنه أولا يتمضمض من كف واحدة ثم بعد ذلك يستنشق؟ في هذه المسألة خلاف من حيث الاستحباب، أما من حيث الإيجاب فلا دليل على وجوب الأخذ مرتين أبدا. ذهب بعض العلماء إلى استحباب أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، وذهب بعضهم إلى أن الأفضل أن يأخذ كفا مستقلا للمضمضة وآخر للاستنشاق. ونحن إذا رجعنا إلى الدليل الشرعي
وهو الفيصل في مثل هذه القضية، فإن الأدلة الصحيحة التي ثبتت عن جماعة من الصحابة كما جاء ذلك عن عبد الله بن زيد الصحابي الجليل، وعن ابن عباس، وعن علي بن أبي طالب، عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكف واحد طرف غرفة واحدة، ولم يكرر ولم يأخذ للمضمضة مرة مستقلة وللاستنشاق مرة مستقلة، هذا هو الذي ثبت. وقد جاءت رواية أخرى بخلاف ذلك، ولكن تلك الرواية ضعيفة لا تثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. وعلى تقدير ثبوتها فقد تأولها بعض العلماء بأنه صلى الله عليه وسلم فعل مرة للجواز، لبيان الجواز، وتأولها بعضهم بغير ذلك مما لا داعي لذكره، لأنني لا أرى ذلك، لأن التأويل فرع التصحيح أو الثبوت، فإذا قلنا بثبوت ذلك فهنالك يمكن أن نجمع أو أن نرجح أو أن نؤول أو ما شابه ذلك. أما إذا كان الحديث غير ثابت أو فلا حاجة لمثل ذلك، وإنما العلماء اختلفوا في كيفية ذلك، فعلى أنه يأخذ بكف واحد كيف، ذهب بعضهم إلى أنه يأخذ كفا واحدا ويتمضمض منه ويستنشق، ثم يأخذ مرة ثانية ويتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ بذرة ثالثة ويتمضمض ويستنشق. هذا طبعا إذا أراد التثليث، أما إذا أن يثلث، وإلا إذا أراد مرة واحدة فإنه يأخذ كفة واحدة فقط. هذا الذي ذهب إليه بعضهم، وذهب بعضهم إلى أن كيفية ذلك يأخذ كفة واحدة، يعني يأخذ الماء بكفة واحدة ويتمضمض منه مرة واحدة، المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يستنشق المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، يكون الكل مرة واحدة. وذهب بعضهم أيضا إلى أنه يكون مرة واحدة، ولكن الكيفية تختلف، أولا يتمضمض منه ثم يستنشق، ثم يتمضمض ثم يستنشق، ثم يتمضمض ثم يستنشق. ولعل سبب ذلك أنه جاء في بعض الروايات جاء تمضمض واستنشق بغرفة ثلاث مرات، يعني بذكر ثلاث غرفات، وفي بعضها جاء مرة واحدة، والصواب الأولى، لأن الثالثة الثانية مختصرة من الأولى، وفي بعض الروايات جاءت مجملة، والرواية الأولى هي التي تقضي على ذلك، فالصواب الكيفية الأولى، وهي أنه تمضمض أخذ ثلاث مرات، الأولى وتمضمض منها واستنشق، والثانية وتمضمض واستنشق، والثالثة وتمضمض واستنشق. هذه هي الرواية الصحيحة، وبقية الروايات مختصرة أو مجملة، فهذا هو الذي ينبغي الأخذ به. وأما الذين قالوا بأنه أولا يتمضمض ثم بعد ذلك يستنشق، قالوا يأخذ أولا بكف واحدة ثم ويتمضمض، ثم يأخذ مرة ثانية ويتمضمض، ثم ثالثة ويتمضمض، ثم كذلك بالنسبة للاستنشاق يأخذ ثلاث مرات، فهي ست غرفات. وذهب بعضهم إلى أنه يأخذ بكف واحدة يتمضمض الأولى والثانية والثالثة، فهي بكف واحدة، ثم يأخذ للأنف أيضا كف واحدة ويستنشق منها ثلاث مرات. فهذه خمس كيفيات، أصحها بأنه يأخذ ثلاث مرات يستنشق يتمضمض من الأولى ثم يستنشق، وهكذا في المرة الثانية وفي المرة الثالثة، هذا هو الصحيح، ويقدم المضمضة ثم الاستنشاق، وقيل وجوبا وقيل استحبابا. وبما ذكرته ها هنا يتبين أنه أن الصحيح أنه لا يدخل الإصبع، بدليل أن في يده تبقى بقية من الماء، فكيف يدخل ذلك، هذا مما يدل على ما ذكرته سابقا، والله أعلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نستقبل هاتين المكالمتين، وبعد ذلك لأنهما دخلتا في الخط، وبعد ذلك نرجو من الإخوة أن يمهلونا قليلا حتى نفرغ مما معنا من الأسئلة. الأخ محمد الحسني. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الحمد لله، عافاك الله. جزاك الله بالخير شيخ سعيد. بارك الله فيك، الله يمسيك بالخير. تفضل الأخ محمد. أقول أخوي سيف، أنا عندي سؤال واحد. نعم.
أقول لك هذا مر علي حديث مرة واحدة في جريدة. نعم. راونا رضي الله تعالى عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنه. نعم. يقول النبي سأل صلى الله عليه وسلم سأل جبرائيل. نعم. هل بتنزل على الدنيا من بعدي يا أخي يا جبرائيل؟ قال نعم أنزل للمان 10 مرات. في الأول أنزل أرفع جواه الأرض من الأرض. إيش في البداية قال أنزل إيش؟ أقول أكفيك المؤونة حتى لا تطيل بذكر الحديث كله. هذا الحديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. محظوظ أنت الأخ محمد. شكرا جزيلا. خلاص. أحسن. أي نعم حديث باطل موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لا. شق من الأرض وشل البركة من الأرض وكذا. ماشي 10 عاد ولا واحدة خلاص الشيخ سعيد كفاك المؤونة. حديث باطل شكرا جزيلا أحسن. شكرا لواجب أحسن. أخت خالصة. أخت خالصة. أخ عبد الله السعيدي. أخت خالصة معنا. ظاهر إن إجابة الشيخ الأخ محمد الحسني قطعت علينا المكالمات. الأخ ماجد يقول من أصابته جنابة في يوم الجمعة هل يغتسل غسلين؟ للعلماء في هذه المسألة خلاف، ذهب بعضهم إلى أنه يغتسل مرتين، نعم يغتسل للجنابة ويغتسل للجمعة، وذهب بعض العلماء إلى أنه يكتفي بغسل واحد بشرط أن يغتسل للجنابة لأنها واجبة أو لأن الاغتسال للجنابة واجب بالنص الصريح الثابت وباتفاق الأمة الإسلامية، وذلك كاف عن غسل الجمعة، ذلك لأن غسل الجمعة وإن كان ثابتا بنص السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأكثرية الكاثرة على أنه سنة وليس بواجب، وقيل واجب وله وجه وجيه من النظر، وإن كنت لا أريد الآن أن أطيل أن أذكر الراجح لدي في هذه المسألة. ومهما كان فإن جمع بين الأمرين اغتسل أولا للجنابة ثم بعد ذلك أفاض الماء عليه لغسل الجمعة فهو مما لا مشقة فيه، وإن اكتفى بالغسل الواحد فذلك يكفيه بمشيئة الله تبارك وتعالى على رأي طائفة كبيرة من أهل العلم. نعم. أخ سعيد الرواحي يقول هل كل متسلف أو مستلف يعطى من الزكاة من غير بغض النظر عن مصدر سلفته؟ على كل حال ليست القضية في المصدر الآن، نعم المصدر لابد من البحث عنه أو من الكلام عليه، لأن الإنسان ليس له أن يأخذ شيئا عن سبيل القرض أو ما يسمى بالقرض. القرض هو حلال، لكن كثيرا من الناس الآن يسمون كثيرا من الأمور بالقرض وليست هي من القرض في شيء، وإنما هي من الأمور المحرمة بالنصوص الصريحة الواضحة الجلية التي لا غموض فيها. لابد من بيان حكم هذا الأمر. وأما بالنسبة إلى من أخذ قرضا هل يعطى من الزكاة؟ ينظر في أمر هذا الشخص، فإن كان فقيرا فالفقير نعم يعطى من الزكاة، أما إن كان ليس بفقير بأن أخذ هذه الأموال من أجل أن يشتري بعض الأمور التي لا يحتاج إليها أو ما شابه ذلك فذلك له شان آخر. قد يضطرد الإنسان من أجل أن يشتري أرضا هو ليس بحاجة إليها أو من أجل أن يشتري كذا أو ما شابه ذلك. إذا العبرة بالفقر، فهل هو فقير أو لا؟ فإن كان فقيرا فنعم يعطى من الزكاة، وإن كان ليس بفقير فلا، والله تبارك وتعالى. لكن عاد نعم إذا كان فقيرا يتلاعب ينفق ذلك في الحرام إن تاب وأناب إلى ربه يعطى من الزكاة، أما إذا كان ينفق ذلك في الحرام فلا يعان على معصية الله. نعم. وإنما يرشد ويوجه بأن يرجع إلى ربه وأن يتوب إلى رشده ويتوب إلى الله توبة نصوحا، فإن تاب وصدق في ذلك فهو كغيره من سائر الفقراء والعلم عند الله. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمود المنذري يقول عندنا مكالمة، تفضل الأخ عبد الله. الله يفضل عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي عزيز. عافاك الله. عندي سؤال. تفضل أخ عبد الله. عندي سؤال، طال عمرك هل يجوز أن تأخذ مبلغ من زكاة المال مبلغ محدد وتعطيه لشخص لهذا العمرة؟ نعم. السؤال الثاني. طيب هذاك اللي تعطيه فقير ولا إيش؟ لا فقير نعم محتاج. أيه تعطيه. لا العمرة. طيب.
ما يستطيع يروح هو بنفسه، لا كأنك تأخذ من المبلغ هذا وتعطيه. واضح. السؤال الثاني، تفضل. هل يجوز زكاة الفطر؟ تفضل. هل يجوز زكاة الصوم لعدد أشخاص يعني وتعطيه شخص واحد محتاج؟ طيب، زكاة الفطر قصدك ها؟ نعم، زكاة الفطر. زكاة الفطر عن عدة أشخاص تعطى. نعم. لشخص واحد. طيب. نعم. شكرا جزيلا، بارك الله شكراً فيك. شكرا يا أخي. الأخ داود من الجزائر. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام الأخ داود. وعليكم رحمة السلام الله. ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال الأول، ما هو القول الراجح عندكم في حمل الذهب على الفضة في الزكاة؟ وإن قلتم بالجواز فكيف يتم الحمل عمليا؟ سؤال ثاني، رجل مبتدئ في الزكاة، يعني ليس لم يكن لديه مال من قبل، اكتسب مالا بلغ النصاب، وكما هو معلوم يعني من تعلمنا من الشيخ أن الزكاة يؤخذ من القيمة الرسمية للذهب، يعني 85 جرام. هو ملك مقدار 85 جرام من الذهب، كذلك مما هو معلوم أن الذهب ينخفض قيمته وترتفع من يوم إلى آخر. الآن هو ملك هذا المقدار من المال وهو عنده، لكن في يوم من الأيام تفقد مقدار النصاب من خلال يعني قيمة 85 جرام، يعني من خلال القيمة الرسمية للذهب، ووجد أن يعني النصاب هو الذي ارتفع، أما ماله بقي كما هو. نعم. يعني كيف يكون العمل في هذه الحالة؟ هل يبقى على الميقات الأول أم يغير الميقات؟ يعني الذهب هو الذي ارتفع، ليس ماله هو الذي نقص. نعم. سؤال ثالث، لكن يعني هو عنده 85 جرام ولا لا؟ هو أثناء الارتفاع كانت عنده 85 جرام من الذهب؟ لا أسمع. أو عنده كان 85 جرام من الذهب في كل الأحوال لم تنقص؟ نعم، كان عنده من المال ما مقداره، يعني من المال من الريالات مثلا. نعم. مقدار 85 جرام. مقدار 85. ولكن بعد ذلك ارتفع الذهب ف إيه يعني النصاب. نعم. طيب. في هذه الحالة يبقى يعني ماله بقي كما هو. نعم، واضح. الريالات عدد الريالات بقي كما هو. والفترة الزمنية بين الارتفاع كم، بين توفر النصاب وبين الارتفاع؟ كم الفترة الزمنية؟ واضح شيخ عندك سؤال؟ ما واضح لا أسمعنا شيخ. أقول لك الأخ داود. نعم. الآن هذا وصل أو عنده 85 جرام من الذهب، بمعنى عنده مبلغ 85 جرام من الذهب. نعم. هكذا؟ نعم. طيب، زكاها مباشرة بعد حول الحول ولا لم يزكيها؟ لا، الحول ما زال يعني لم يمضي الحول في أثناء الحول. يعني قيمة الذهب ارتفعت. قيمة الذهب ارتفعت، فأصبح ماله لا يصل إلى مقدار النصاب. وعندما كمل الحول كيف كان ماله؟ إيه، عندما كمل الحول يعني عاد عنده النصاب. عاد النصاب. نعم. أي واضح. ولكن السؤال الآن، الميقات يعني الميقات الحول أين يؤخذ؟ عندما ملك المال المرة الأولى أم في يعني عندما يبلغ النصاب ولا ينزل؟ طيب، واضح كلامك. شكرا جزيلا الأخ داود، بارك الله فيك. نحن على أي حال، بما أن جعلنا الأخ داود يتحدث كثيرا على الخط، نقدم سؤاله. فضيلة الشيخ، أولا سؤاله، ما هو القول الراجح عندكم في حمل الذهب على الفضة وكيف يكون هذا الحمل؟ كل حال، العلماء اختلفوا في هذه القضية. نعم. ذهب بعض العلماء إلى أن الذهب لا يحمل على الفضة، وكذا العكس، الفضة لا تحمل على الذهب، وعلى هذا فلا إشكال، كل واحد مستقل بذاته. فمن ملك النصاب في الذهب، ملك نصاب الذهب، فإنه يزكيه، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، وهكذا بالنسبة إلى الفضة، إن بلغت النصاب ففيها الزكاة وإلا فلا. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يحمل الذهب على الفضة والعكس، واختلفوا في كيفية الحمل، ولهم في ذلك أقوال. ويمكن لهذا الأخ السائل أن يقرأ ذلك في معارج الأمال، فإن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قد وضح هذه المسألة أحسن إيضاح، لأنني لا أرى هذا الرأي، بل أذهب إلى القول بعدم الحمل، ولذلك لا أرى داعيا لذكر تلك الأقوال الآن. فأرى القول الصحيح وقول من قال بعدم حمل الذهب على الفضة،
وأن كل واحد منهما مستقل بذاته، ذلك أن الأحاديث قد نصت على نصاب هذا ونصت على نصاب هذا، ولم تبين بأنه يجمع بينهما، يحمل بأن يحمل هذا على ذاك، وإنما بيّنت نصاب كل واحد منهما. وكما أنه لا يحمل، لا تحمل بعض الحبوب على بعض الحبوب الأخرى، ولا تحمل كذلك بعض الحيوانات على البعض الآخر، لا يحمل مثلا لا تحمل الإبل على البقر أو البقر على الإبل، فهكذلك بالنسبة إلى الذهب والفضة، هذا ما أراه. وإن كان القول الأول قد أخذت به طائفة كبيرة من أهل العلم، وبيان الكيفية هي ما ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى في الكتاب المذكور. وبما أن الأخ السائل من طلبة العلم، فلا شك بأنه بإمكانه أن يرجع إلى الكتاب المذكور إن أراد العمل بالقول الأحوط، أو أن يستفيد هذه المسألة سواء أخذ بهذا أو بذاك. ونتفرغ للإجابة على أسئلة أخرى حتى لا نطيل المقام بذكر ذلك، ثم نبين ما هو الراجح على رأي من يقول بالحمل. طيب، نأخذ من الأخ محمود ومن الأخ عبد الله سؤالا على الأقل. الأخ محمود يقول: من فاتته سنة الفجر وصلها بعد الفريضة، هل يصليها أداء أم قضاء؟ أولا وقبل كل شيء، اختلف العلماء في من فاتته فريضة الفجر، في من فاتته سنة الفجر، فهل يقضيها، فهل يأتي بها بعد طلوع الشمس، أي بعد أن ترتفع بمقدار حوالي ربع ساعة تقريبا، أو ما يعرف عندهم بقيد رمح بين 10 دقائق وربع ساعة، والأحوط أن يمكث ما يقرب من ربع ساعة، أو أنه يأتي بها بعد الفريضة مباشرة. والذين قالوا إنه يأتي بها بعد الفريضة مباشرة اختلفوا هل يأتي بها قضاء أو أداء. ذهب بعضهم إلى أنه يأتي بها قضاء، لأن وقتها قبل فريضة الفجر، وبما أنه قد صلى فريضة الفجر فقد انتهى وقتها ويأتي بها قضاء، وهذا القول هو القول الصحيح عندي. وذهب بعضهم إلى أنه يأتي بها أداء، لأن وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع قرن من الشمس. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن صلى الفريضة أنه لا يأتي بسدة الفجر، لأن وقتها محدود بأن لأن وقتها قبل فريضة الفجر، ولا دليل على قضائها بعد الفريضة. والصحيح بأنها تقضى بعد الفريضة مباشرة إن بقي هنالك وقت يتسع لها بعد الفريضة. أما من قام متأخرا ولم يبقى من الوقت إلا ما يتسع للسنة أو الفريضة، فإنه يصلي الفريضة ويؤخر السنة إلى أن ترتفع الشمس بمقدار ربع ساعة تقريبا، ويأتي بالسنة في ذلك الوقت قضاء، والله أعلم. أخ عبد الله يقول: هل يجوز أن يأخذ مبلغا من الزكاة لفقير أراد أن يذهب للعمرة؟ على كل حال، العمرة على رأي بعض أهل العلم واجبة، وعلى بعض رأي بعضهم سنة، وهو الأقرب عندي إلى الصواب، ولكنها من السنة المرغب فيها بنصوص صريحة، ولا سيما في شهر رمضان المبارك. ولكنها على القول بالوجوب أو على السنية في حق من يستطيع إلى ذلك سبيلا، أما بالنسبة إلى الفقير فلا ينبغي له أن يعطى من الزكاة لأجل أن يؤدي العمرة أو أن يؤدي الحج أو ما شابه ذلك. وكثير من الناس يقترضون، وكثير منهم يأخذون الزكاة أو يطلبون الزكاة من أجل أن يذهبوا إلى العمرة، ما الداعي إلى ذلك؟ هي في حق من استطاع. الحج مع أنه آكد وجوبا وأهم من العمرة، هو في حق من استطاع إليه سبيلا، فكيف بالعمرة؟ فلا ينبغي ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. أخ بندر يقول: إذا دخل شيء من السواك إلى جوف الصائم هل ينتقض صيام؟ أما إن تعبد ذلك فنعم، ولكن لا أظن أن مسلما يتعبد ذلك، وإنما قد يستعمل ذلك فيغلبه، يدخل ذلك. وفي مثل هذه الحالة إن لم يتعد بأن خاف يدخل ومع ذلك استمر فلا شيء عليه، أما إن خاف أن يدخل وهو ومع ذلك استمر فهنا يؤمر بأن يحتاط بأن يقضي يوما. وعلى كل حال، من المعلوم أن استخدام هذه المعاجين فيه مخاطرة شديدة، فينبغي ترك ذلك.
بأن يستعمل الأراك مثلا أو يستخدم الفرشة من دون أن يكون هنالك شيء من المعجون، لأن هذا فيه من المخاطرة ما فيه، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن كما قلت، المسلم لا يمكن أن يتعمد ذلك أبدا، وإنما يقع ذلك على سبيل الخطأ. فإن لم يبالغ فلا نقوى على القول بالإحادة عليه. الأخ سؤال الأخ داود، وأظن بقيت معنا دقيقة، كما فهمته شخص مبتدئ في الزكاة وقد يعني بلغ عنده النصاب ولكن لم يحول الحول، وفي قبيل الحول لا أدري بكم هبط أو ارتفع الذهب وأصبح النصاب الذي عنده أقل قيمته، مثلا إذا كان قيمة النصاب مثلا 500 ريال على سبيل المثال، هو الآن عنده الذهب أصبح قيمته 500 ريال، أصبحت عنده الآن 400 ريال، وبعد ذلك عندما كون الحول كان النصاب قد وصل إلى 400 ريال. هذه الدراهم أو الريالات أو شبه ذلك من العملات على اختلاف الدول لا يمكن أن تقدر بمقدار معين، وإنما هي تعتبر بنصاب الذهب على رأي بعض العلماء، وباعتبار نصاب الفضة على اعتبار بعض أهل العلم، وبعض العلماء يقول يعتبر ذلك باعتبار ما هو أسلم وما هو أحوط وكذا وما هو فيه فائدة للفقراء، لأنه يمكن أن تقدر بالفضة ويمكن أن تقدر بالذهب. فعلى القول وبعضهم يعتبر الاختلاف باختلاف الدول، لأن هذه تقدر بهذا وتلك بتلك، لكن الغالب يقدر بالذهب. فإن ما يأخذ برأي من يقدر بالذهب فعلى كل حال هذا نقص، الأصل لابد أن يبقى الذهب على النصاب المعروف، بأن يملك الإنسان 20 مثقالا من الذهب ويحول حول القمري، وأؤكد على القمري لأن كثيرا من الناس يستعملون الأشهر الشمسية في أداء الزكاة وغير ذلك من العبادات التي أو في مشابه ذلك، وهذا ليس بشيء الأشهر القمرية. فمن حال عليه ملك هذا النصاب وحال عليه الحول فعليه الزكاة، أما لو نقص في يوم من الأيام فلا، فهذا الذي لم يملك المبلغ المذكور في بعض الأيام فلا يعتبر أو فلا يعتبر بذلك، وعليه أن يحسب مرة جديدة من اليوم الذي بلغ فيه النصاب. هذا ما يظهر لي والعلم عند الله. شكرا لكم فضيلة الشيخ. الأخ محمود الذي سأل عن الدماء، والأخ عبد الرحمن الذي سأل عن حديثها، هؤلاء أسئلتهم ستكون في الغد إن شاء الله تعالى. نشكر فضيلة الشيخ الجليل العلامة سعيد بن مبروك القنوبي المستشار العلمي بمكتب الإفتاء، ونشكركم أيضا أنتم على حسن متابعتكم وأسئلتكم وإصغائكم. حلقتنا ستكون عامة مرة أخرى بإذن الله تعالى في الغد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.